رايح. ها والله فعلا مقع مقعي هو عبد الله حاشي فرح هنكون ناس دار الروب داي هاي فين كل مدقو هذا دين كاتسوا وضعتين وكا نبيح على كدعي يا كدن بي محاس محاس أسوأ بش والله دي أنا ما تقنع أنت تلي صادق مريم كده ويا مجوجا تلي صادق متشوقي هذا سيف عن هذا أنا قمت قنا بنبيح على دو كم دم بينين أنا دي واصح فكر كي قمت قنا وهو مع السياسيين في معارضة كا وفكر كدولة دلشن أيام كم ده هي حق ودستور كي سينا أنا فكر كي عبره ودليله يا كدن بي مرك انا بي على كدعي أنا قمت قنا عيد كدم بيسم شيكر لكن أنا دي إن بنبيح دعو شخصيا ودي دتكو إدران كود عبره واحد يبغى ماركين واحد يبغى ماركين مركا وحنا من سنة هنا قدر رأي بسوا حرتين نعم من سنة هاي هنا متقنا محيا هيتو كل هذا دولك الشرع كجرو شرعي متقنا إيه اللي دونا أنا يعني دي ورقة محكمة دي مكينين مدعي ذني مكينين شنتي حرية الدين وعقل قادين قال يا روح عندي لها هذا انت عندك هيدا كوف الله دين سيدي سنة أنا بقول لها ورثكم معارضة يا عبد الرحمن ودواء فقي يا صابر يا بش البغاري انا اللي شغيد وعقنا هذا مثلي كتماشى وكابد بادي كران هرت انا متقن ناد سياسيين تاس عبد الرحمن شكور يفق يا رجا ترني سيدي ودواء يا صابر لما انتو دوحا مثلا سيجين سياسيين انتو بدنا واحد اللي بانو قرن متقن محيه تود مكابد بادي كران دي بدبادة الهي باهية او الهي باسكاله لكن أنا أقول أن أمسنا هنا يهين ضد يدو ذكرى أدين كسم واحد أقول هاي ستان فقه عبد الرحمن عبد الشكور يو دواي بكون فكرتي هين أقول هاي ستان مسحد دو واحد قال ضد الدولة ده عن فكرة الصومالية يجروا هل كان أي كنتر هذا هذا سيف عن وهالدين مرضن بين هذا قرر عركينا لهم لنا سيف عن وهالدين صار لا روق علي أنا متقن كل يدي إلهي بواحد لا هذا من المسلمين حلال أعطاه الصومالية أو عيدنا أو دولة ديت waxaan hadda aan ku xiranahay indhaha ay iga xirtaan waa gardarro mas-uulaanahay maamulana fayan u ahay la ima sheegin la ima dhihin maxkamad imow gardarro ay ugu soo xirateen hadda ay dishidna aniga adiga ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamaan aan mataqaana maxay ahayto aan xisaabtamayna hebel aan mataqaana maxay ahayto aan xisaabtamayna hebel ay soo diray iyo sargaal ay soo diray ma noqonayso maanta gardarraha ay ugu sameynin wax gardarraha ay ugu sameynin anigu gardarro ma sameynin fikirkaygan cabiray dalku waa dimuqraadiyad hadii aad gardarro ku samaysan aqraan kulli xisaabtamayna iska daa shaqada aan la kan dhaqaanaad oo kale